السلام عليكم. اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، 15 من شهر تشرين الأول لعام 2020. انتبهوا يا أفراني، الدرس لساته الأعداد الزوجية، إذا درسنا اليوم تكمل الأعداد الزوجية، ولكن اليوم سننتقل إلى كتاب التمارين. سنحل التمرين صفحة 13، إذا الآن نحن في كتاب التمارين صفحة 13. نبدأ في السؤال رقم 10، 11، 12. أكتب رقماً في المربع لأكون عدداً زوجياً. إذا بعيد، أكتب رقماً في المربع لأكون عدداً زوجياً. ننتبه يا تاني، لأنه مطالبين منك تعبي المربع برقم، رقم اللي نحطه جوا المربع، والعدد لازم يكون زوجي، العدد لازم يكون زوجي. خلينا نكتب الأعداد الزوجية حول الوردة عن غير، نتذكرهم. يلا، العدد الزوجية، من يقول ما هو أول عدد زوجي؟ صفر، أحسنتم. العدد الثاني اثنان، برافو عليكم. العدد الثالث أربعة، ستة، ثمانية، أحسنتم جميعا. إذا الأعداد الزوجية صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. نعيد، صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. إذا العدد الزوجي اللي أحطه هون لازم يكون إحدى هذه الأرقام. العدد الزوجي اللي أحطه في المربع لازم يكون إحدى هذه الأرقام. هلا حبيت تختار الصفر، صح. حبيت تختار الاثنان، صح. حبيت تختار الأربعة، صح. حبيت تختار الستة، صح. حبيت تختار الثمانية، صح. نبدأ إحنا بالعدد الأول. إذا أنا بدي أحط العدد صفر. هنا بدي أحط مثلاً أربعة. هنا بدي أحط مثلاً ثمانية. ويجوز وضع الاثنان أربعة. إذا عندنا يجوز وضع صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية. وهنا صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. وهنا صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. من جميع الأرقام يجوز وضعها في المربع، إما الصفر أو الاثنان أو الأربعة أو الستة أو الثمانية. نقرأ الأعداد، 340، 184، 578. إذا هذه جميعها أصبحت أعداد زوجية. ننتقل إلى السؤال الرابع عشر. أكتب خمسة أعداد زوجية. أكتب خمسة أعداد زوجية متتالية بدءا من العدد 768. إذا أكتب خمسة أعداد زوجية متتالية بدءا من العدد 768. إذا أول مطلوب طالب منك إنه أنت تكتب خمس أعداد. إذا بحط فراغ، فراغين، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا أنا ليش حطيت خمس فراغات؟ لأنه هو طلب مني خمس أعداد، والأعداد يجب أن تكون زوجية. ما هي الأعداد الزوجية؟ نتذكرهم كمان مرة. يلا يا ثاني، صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. إذا بروح على منزل الأحد وبحط فيها أي رقم من هذول الأرقام الزوجية، لأن العدد اللي كان أحاده زوجي يكون كل العدد زوجي. إذا يا تاني بختار صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية وبضعها في منزلة الأحد، تمام؟ هلا بنحط هون صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. هلا بدك تكتب يا تاني إنه الصفر والاثنان والأربعة والستة والثمانية هم في منزلة الأحد، هم في أي منزلة؟ هم في منزلة الأحد. طب مس بصير أحط عدد متتالي للثمانية، بما إنه حكى لك متتالي، هل يجوز إني أحط بعد الثمانية صفر؟ لا يجوز. هل العدد التالي للثمانية هو صفر؟ لا. إذا مس بدك تكتب إنه هذا الصفر هو عبارة عن 10، هذا الصفر عبارة عن 10. هل إذا الصفر أنا وضعته في الأحد، طب الواحد تاعي 10 وين أروح فيه؟ بحطه مع منزلة العشرات. إذا 6 و1 أصبح عندك العشرات 7، تمام؟ هلا بننتقل 7، إذا السبعة هاي لازم تبقى كما هي. إذا يا تاني العدد التالي لل 768 هو 770، تمام؟ ننتقل للعدد اللي بعده، العدد اللي بعده هو 2 4 6 8. بحب أنبهك يا مس إن الاثنان هي عبارة عن 12، والأربعة عبارة عن 14، والستة عبارة عن 16، والثمانية عبارة عن 18 بالنسبة للعدد 8، بالنسبة للعدد 8، لأنه مستحيل يا مس العدد التالي للثمانية يكون 2، ومستحيل يكون العدد التالي للثمانية 4، ومستحيل يكون 6، مستحيل يكون 8، العدد التالي للثمانية هو 10، هو 12، ثم 14، ثم 16، ثم 18. هلا يا مس العشرات والمئات
تبقى كما هي، تبقى كما هي. هلا يا مس انه الهدف شويه قوي، نحكي احنا عن هدف قوي مش انه صعب او مش صعب كثير الحلوه، انه هذا هدف قوي بدنا نرجع نعيده مره اخرى، تمام؟ يلا ركزوا معي شوي شوي. نكتب العدد الاصلي 768. اكتب خمس اعداد، اذا انا بدي احط خمس فراغات، فراغ الاول، فراغ الثاني، فراغ الثالث، فراغ الرابع، فراغ الخامس، تمام؟ هلا الاعداد لازم تكون زوجية، يعني احادها لازم تكون صفر او اثنان او اربعة او ستة او ثمانية، إذا بروح على منزلة الاحاد وبحددها، يا بحط صفر، يا بحط اثنان، يا بحط اربعة، يا بحط ستة، يا بحط ثمانية، هذول الاعداد جميعهم اعداد زوجية، تمام؟ هلا الاعداد لازم تكون يا بس متتالية، هاي الشغلة كثير مهمة انهم يكونوا ورا بعضهم، تمام؟ بدءا من العدد 768. طب خلينا ننظر هون للثمانية، هل الثمانية العدد التالي لها صفر؟ لا، هل الثمانية العدد التالي الزوجي لها صفر؟ لا، إذا يا مس هذا ليس صفر، هذا عبارة عن 10، عبارة عن 10، لأنه بعد الثمانية 9، والتسعة مش زوجي، وبعد التسعة 10، وإحنا بدنا الأعداد الزوجية، إذا يا مس العدد الزوجي التالي للثمانية هو 10، بس إحنا ما بنقدر نحط العشرة كلها في منزل الأحد. هلا بحط الصفر، الواحد هذا تاع العشرات بحصره وبوديه على بيت العشرات، صار عندك يا مس 6 و1، 6 زائد 1 اصبح عندك العشرات 7. هلا المئات احنا ما اشتغلنا فيها ولا قربنا منها، تبقى كما هي 7. هلا يا مس العدد التالي نفس الشيء، هو مش 2 هو عباره عن 12، 12 لانه بعد العشره 12. هلا لا يجوز اني اضع ال 12 في منزل واحد، بضع ال 2 في منزل الاحاد والواحد العشر هذا نقراه 10 نحطه في منزل العشرات هنا، اذا 6 و1 اصبحت 7. هلا السبعه المئات كمان ما اشتغلنا فيها تبقى 7. هلا بقيه الارقام هذا العدد هو 14. هلا العشرات في المئات تبقى كما هي. هذا العدد هو عبارة عن 16، لأن العدد التالي للأربعة عشر هو 16، إذا بعد الستة بحط 7 و7. هلا العدد التالي للستة عشر هو عبارة عن 8 ولكن يقرأ 18، تمام؟ هلا العشرات والمئات تبقى كما هي، إذا بعد العدد التالي لل 768 768 بشرط إنه يكون زوجي وبشرط إنه يكون المتتالية، 770 772 774 776 778. الأم المجتهدة ابدي الجهد الإضافية في فهم هذا السؤال للطالب، شكرا لك. والآن سننتقل إلى السؤال الأخير في درس الأعداد الزوجية، السؤال الأخير في درس الأعداد الزوجية، يفترض بك أن تكون قد حفظت الأعداد الزوجية 0 2 4 6 8، تمام؟ ننتقل إلى السؤال، أكتب الأعداد الزوجية التي تقع بين العددين 225 و 243. نعيد السؤال، أكتب الأعداد الزوجية التي تقع بين العددين 225 و 243. إذا رح نحدد النقاط المهمة، أول شيء طالب منك أنك تكتب الأعداد الزوجية، تكتب الأعداد الزوجية، نستذكر معنى الأعداد الزوجية، صفر، اثنان، أربعة، ستة، وثمانية، إذا صفر، اثنان، أربعة، وستة، وثمانية، التي تقع بين العددين 225 و 243، إذا نبدأ العدد 225 نكتبه في بداية اللون 225، هذا أول عدد، هذا راح يكون عندنا يا تاني آخر عدد بدنا نوصل له لغاية 243 ونوقف. عند 243 لازم نوقف، بدنا نكتب جميع الأعداد بالترتيب 225، يلا عدوا معي يا تاني 225 225 أحسنتم 226. طيب إيش بعد الستة؟ 227 أحسنتم. بعد السبعة 228 برافو عليكم. بعد الثمانية 229 برافو عليكم. طيب مس
بعد التسعة وعشرون يلا يا مس خلصت عدد التسعة أحسنتم 230 لما استخلص عدد العشرينات ننتقل لعدد الثلاثون طيب بعد 230 231 بعدها 232 بعد الاثنان 233 نكمل في السطر التالي 234 سنتم 235 برافو 236 أحسنتم 237 برافو عليكم يا نشيطين 238 بعد الثمانية 239 طيب يا مس بعد 39 انتبه ما هي العائلة بعد 39 أحسنتم 240 لأنه بديتي العائلة 30 ننتقل لعائلة 40 أحسنتم 241 242 والعدد الأخير اقتربنا منه 243 لأنه هو طلب مني أني أكمل بس 243 وهذا هو 243 إذا يعني أنا رح أعلم عدد أعداد اللي بدأت منها 225 هذا العدد الذي بدأت منه هو والعدد 243 هو العدد الذي انتهيت إليه تمام؟ طيب مس هم طالبين منك تحدد الأعداد الزوجية طالبين منك تحدد الأعداد الزوجية الأعداد الزوجية يجب أن يكون كونهم من ثلاث منازل يجب أن يكون الأحاد إما صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية تبدأ في العدد الأول نوع الأحاد الأحاد خمسة هل هي من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا نقفز للعدد البعض العدد ستة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم إذا العدد زوجي طيب العدد سبعة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا إذا نقفز عنه العدد ثمانية هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم إذا الثمانية من ضمن الأعداد الزوجية إذا العدد كله زوجي طيب العدد تسعة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا نقفز عنه العدد صفر هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم الصفر أول عدد زوجي إذا العدد واحد هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا إذا نقفز عنه العدد اثنان هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم إذا نحط عليه دائرة العدد ثلاثة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا إذا نقفز عنه العدد أربعة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم إذا نحط عليه دائرة العدد خمسة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا نقفز عنه العدد ستة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم إذا نحط عليه دائرة العدد سبعة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا نقفز عنه العدد ثمانية هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم هنا إنه من ضمن الأعداد الزوجية العدد تسعة هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا نقفز عنه العدد صفر هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم إنه من ضمن الأعداد الزوجية الصفر إذا نحط عليه دائرة العدد واحد هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا نقفز عنه العدد اثنان هل هو من ضمن الأعداد الزوجية؟ نعم العدد اثنان من ضمن الأعداد الزوجية إذا يا مس بدي أستخدم إن الحاء وأختبر العدد الأخير بدي أختبر العدد الأخير الثلاثة هل الثلاثة من ضمن الأعداد الزوجية؟ لا إذن الثلاثة ليست عدد زوجي وهذا العدد ليس زوجي أي عدد يتم مش محطوط على دائرة هو ليس عدد زوجي خلينا نشوف بس أحاد الأعداد الزوجية أحادهم ستة أحسنت ثمانية أحسنتم صفر أحسنتم اثنان وصفر وثمانية وستة وأربعة إذا نرجع لصفر العدد الزوجية بصورة سريعة إذا كان العدد يتكون من منزلة واحدة الأعداد الزوجية صفر اثنان أربعة ستة ثمانية إذا كان العدد يتكون من منزلتين أو من ثلاث منازل ننتبه إلى منزلة الأحاد فقط إذا كان الأحاد صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية يكون العدد كاملا زوجيا شكرا لكم يعطيكم العافية